إنه من الرائع أن تنهي الموسم بالفوز بلقبين مهمين. اللاعبون يستمتعون بما يقومون به حاليا، وكذلك استمتعوا بالتحضيرات التي سبقت الموسم، فجميع الأمور كانت تسير حسب الخطة المعدة مسبقا. الجو في غرفة الملابس يعني الحمد لله يعني أكثر من أخوان صراحة، واللاعبين الجدد تأقلموا معنا بشكل طيب. توجهنا نحن كلاعبين كيف نقدم كل ما نملك في أرضية الملعب. بالنسبة لي أنا من أفضل المجموعة اللي لعبت معها أنا كشخص الفترة الماضية، ويعني العام الماضي والسنة هذه أنا أشوف الجروب 100-100 إن شاء الله، وبإذن الله مثل ما عكس انطباعنا في الملعب السنة الماضية راح يعكس إن شاء الله شيء إيجابي إن شاء الله. Yeah, of course I congratulate our fans because. أهنئ جمهور فريق العين الفائز بجائزة أعلى معدل حضور جماهيري، وأعتقد أننا جميعا نستحق هذه الجائزة، وسعيد بمنحهم هذا اللقب، فقد كانوا الداعمين الرئيسيين للفريق في الموسم الماضي بحضورهم للمباريات على أرضنا والمباريات الخارجية. واعتمادا على النجاح الذي حققناه في الموسم الماضي، آمل أن يتواجدوا في الملاعب خلف الفريق، لأنه من المهم دعم الفريق خلال المباريات وفي جميع الملاعب. رسالة للجمهور دائما ما يكونون هم الداعم الأول بالنسبة لنا نحن كلاعبين، وهذا الشيء مش غريب عليهم. تواجدهم أقوى سبورت لنا نحن كلاعبين، ومش غريب الشيء هذا، ونحن في انتظارهم عشان نفرح مع بعض يعني.